كان واحد تجاوب مع الجمهور ديال المدينة ومشارك سؤال على أسئلة بصراحة الشيء اللي أثر في قلبي جدا من ناحية النادي الوزيرات هو أنني وجدت نفسي كإنسانة وكفنانة، لأن غالبا ملي كتمشي أشكون هي سهرة فنية، تيجي جمهور تيكون جمهور ديالك تيعرفك وتيقدرك، تيجي جمهور تيعيش لحظة ديال يعني المرح وتيكتشف ربما داك الفنان، لكن في وزادات حسيت بهذيك يعني التواصل الحقيقي. وزادات كمدينة بعيدة عن الحضارة بين قوسين، يعني جات واحد المنطقة بعيدة جدا، تلقى الناس ديال وزادات يفاجئوني بذاك الوعي الكبير والثقافة ما شاء الله، وذاك يعني ذاك الانفتاح ديالهم. وفي صدمتي أكثر يعني ملي مشيت يعني للبادية تلقى ناس اللي كنتكلم معاهم يعني مستواهم عالي جدا. هذه من جهة، من جهة أخرى البساطة بكافي، الشفافية ديالهم، ناس بسيطين وكنشوف ابتسامة على وجه كاع الناس، بالتالي احترامهم للفنان. كان الجمهور جالس في النص يستوعب، ما كان لا دهشة ولا أنا كنتمنى لو عملتي معاه حوار خاص، ربما تشجعوا المسألة لموضوع المساحة، لأن مسألة مازال حديث جد وزادات، حب وزادات والناس وزادات وأشياء كثيرة عرفها علينا وزادات، يعني الإنسان إذا الناس يقبل هذه الدعوة باش يكتشف أكثر. لكن ما تردش من تعرفوا من مباشرة وين نقول لكم واش راجع عندي السلاحة ولا ما راجعش.